رمضان بالقدس غير حملة أطلقها مجموعة من الشباب للتعريف بمدينة القدس والمسجد الأقصى ونقل ما فيها من فعاليات أثناء شهر رمضان، ولكن هذه الحملة يبدو أنها حادت عن هدفها الأصلي ولو لفترة. للحديث عن ذلك ينضم إلينا من القدس إياد الطويل. إياد، لماذا رمضان في القدس غير؟ لماذا هو مختلف؟ حدثنا عن هذه المبادرة. حملة رمضان بالقدس غير بتختلف عن باقي رمضان، فعليا بتختلف بالقدس عن باقي العالم كله، عشان رمضان بالقدس تحت احتلال، تحت قيود فرضت عليه من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإحنا حبينا نظهره للناس. ليش رمضان بالقدس غير؟ عشان تحت الاحتلال الإسرائيلي، رغم الاحتلال إحنا بنمارس من زينا البلد، بنمارس العادات والتقاليد تبعت رمضان. نعم، من المشارك في هذه الحملة؟ احنا مجموعة من الشباب، فريق مكون من 5 أشخاص، جمعنا حب القدس، حب الوطن، فحبينا نقدم إشي للوطن. يعني احنا مجموعة من كتاب، صحفيين، مونتاج، مصورين، اجتمعنا مع بعض وأطلقنا هاي الحملة. طيب، بالنسبة لمن لم يطلع على موقعكم الاجتماعي، ما هي الأماكن التي تصورونها أو الأجواء التي تنقلونها عبر هذا الموقع؟ تمام، أول شيء انطلقت الحملة إنه إحنا كنا قاعدين مع بعض، فحبينا نقدم مش القدس، حكينا لازم نورجي القدس بطريقة مختلفة للناس، عشان بعد تقاعس الإعلام وتقصيره ناحية القدس وقضية فلسطين، فإحنا عملنا إيفنت وجروب وبيج وهاشتاج على الفيسبوك، وجمعناهم تحت اسم رمضان بالقدس غير، والمضيف الايفنت بيقدر يشوف كل الصور اللي بننزلها، كل الفيديوهات اللي بننزلها، في كمان فعاليات عرض الواقع مثل توزيع المي للمصلين، مثل رزقات حافظ على نظافه المسجد الاقصى، الاقصى مسؤوليته، وفي كثير كمان مبادرات ثانيه راح نعملها عرض الواقع خلال شهر رمضان الكريم ان شاء الله. لاحظنا مثلا من خلال مقاطع الفيديو التي تنشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي انها صورت بتقنية عالية، هل تقومون بذلك بأنفسكم؟ نعم، بداية الحملة كانت مفاجأة، وهي آذان المسجد الأقصى بأدوات احترافية جدا. طبعا احنا دخلناها تغلبنا قبل ما دخلناها على الأقصى، لأنه الأمر يحتاج تنسيق من قبل قوات الاحتلال، بس دخلناها بطريقة أخرى وصورنا الفيديو بأدوات احترافية زي لك، وهي كان بداية الحملة. القائم على الحملة هم نفسهم، يعني في منهم قسم بيصور، في منهم قسم بغطي أحبار، في منهم قسم مختص بالمونتاج، قسم مختص بالديزاين، تصميمات للحملة. صحيح. وكيف تتمكنون من تصوير هذه المواقع خاصة المسجد الأقصى؟ هل تحصلون على تصريح خاصة؟ بالنسبة للفيديو اللي عملناه، احنا بدنا تنسيق كبير، وبدنا يعني احنا ما حصلنا على اي تصريح، صار الموضوع بدون اي سؤال من قبل شرطة الاحتلال. لو بدنا نطلب منهم تصريح طبعا مش راح يعطونا، عشان ما بدهم يورجوا الناس ايش في بالقدس بالموضوع، فاحنا ما لجأنا لهم، ما اخذنا تصريح منهم. نعم، كيف يتم ذلك اذا؟ التصوير يعني بيتم عن طريق السمارت فون في الاماكن الممنوعه، عن طريق السمارت فون في الاماكن المسموحه معنا كل كاميرات فيديو وكاميرات ديجيتال كبار. طبعا لا نستطيع التحدث عن أي أجواء في رمضان وفي مدينة القدس تحديدا دون أن نتطرق إلى التوتر الأمني الذي يجري في المدينة في هذه الفترة، كيف أثر ذلك على حملتكم؟ صحيح، احنا في بداية الحملة كنا عاملين خطط وفعاليات خلال طيلة شهر رمضان، بس بعد بداية الشهر أول يومين بلشنا بحملة الفيديو اللي اطلقناه، بس بعدين نعمل اليوم كملنا فعليا حملة اللي هي توزيع اللزقات اللي حافظ على نظافة المسجد الأقصى، الأقصى مسؤوليتك، بس فعليا ما قدرنا نوزع اللزقات داخل المسجد، لأنه فرض حصار على المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى. تحول البلد القديمة تحولت سكنة عسكرية مغلقة، المسجد الأقصى كان مغلق بأول جمعة من رمضان، فما قدرنا نوزع اللزقات داخل المسجد، يعني قدسي تفرض علينا ايش نقدم لها، فاحنا كنا عاملين برنامج الحمله، بس رؤى انه في عندنا شهيد قبل اسبوع، فما قدرنا نكمل فعاليات الحمله، فما بنقدر يعني احنا نورجي للناس انه الحلويات والبهجه برمضان، وبنفس الوقت في عندنا شهيد، فالقدس بتفرض علينا ايش نقدم لها، فما قدرنا نكمل الحمله تاعتنا، بس ان شاء الله
احنا نوعدكم المزيد اذا الوضع رجع يتحسن ورجع لعادته. إذن كما تقول هذه الحملة تحولت من نقل أجواء رمضان إلى نقل التوتر الأمني والمواجهات التي تحصل في هذه الفترة في مدينة القدس. صحيح، أنا فعليا كنت قبل تقريبا نص ساعة قاعد بنقل مواجهات لحملة رمضان بالقدس غير نفس الهاشتاج، بدل ما أنا أنقل للمشاهد أجواء رمضان من زينته من بهجته من عادات الناس من البلد القديمة، رحت صرنا نصور مواجهات ونورجي للناس بطش الاحتلال واستخدامهم قنابل الصوت والغاز والرصاص المغلف المطاط، وفيها فعليا أكثر من 40 إصابة. فإحنا ما نقدر برضه نظهر جمالية القدس والمسجد الأقصى، وفعليا البلد عم بتخوض مواجهات بين الشباب وقوات الاحتلال. طيب إياد، وما مدى استجابة المتابعين لحملتكم على مواقع التواصل الاجتماعي؟ فعليا فعليا الاستجابة كانت كثير قوية، عشان أهل الضفة وأهل الداخل المحتل والوطن العربي كله حابين يشوفوا القدس، حابين يوصل للقدس. فإحنا عن طريق حملتنا، عن طريق عيوننا، عن طريق كاميراتنا والسمارت فون تاعنا، إحنا ورجيناهم القدس إيش هي، عشان ما في حدا بيتطرق للموضوعات. فهذا الدافع اللي خلانا نعمل الحملة، ونخلي الناس إنه أنتم مش قادرين توصلوا القدس، إحنا بنورجيكم إياها، إحنا بنوصلكم إياها لعندكم لشاشات الكمبيوتر واللابتوب. ففعليا كثير في متابعة، وكثير الحملة الحمد لله نجحت، وأكيد رح نستمر بالحملة إن شاء الله لنهاية شهر رمضان. شكرا لك إياد الطويل، أحد أعضاء حملة رمضان في القدس غير، على مشاركتك في برنامجنا أنا الشاهد. شكرا لك، شكرا لـ بي بي سي.